هلو لودي، معكم مازن من قناة فاكت 777. شباب، سألت شو معناتها كلمة ألمانيا أو جيرماني أو دويتشلاند. إذا نبلش أول شيء بجيرماني، اللي هي الكلمة الأكثر معترف فيها ومعروفة بكل أنحاء العالم عن ألمانيا، بسموها جيرماني. هي ترجع الأصل اللاتيني، واللي ترجمتها معناتها الجار. وكلمة جيرماني هي كان معتمد أول شيء من يوليوس قيصر، اللي تقريبا فيك تقوله قبل 1800 سنة اعتمد كلمة جيرماني للعالم اللي عايشين بهذه المنطقة. أما إذا نشوف اللغة العربية، نحن بنقول عن ألمانيا ألمانيا، مو بس باللغة العربية، لفظ جدا قريب بالفرنسي وبالإسباني وبالتركي وعدة لغات تانية. هي على الأغلب راجع الاسم لأولمان أو ألمانيان، هن القبائل يلي كانوا عايشين بشمال نهر الراين. أما إذا نوصل على ألمانيا، جوات ألمانيا هن بيقولوا عن ألمانيا دويتشلاند. أكيد كلمة لاند هي الأرض، طبعا معروفة بمعظم اللغات. أما كلمة دويتش هي راجعة من الأصل اللاتيني ديوت، والأصل تبع ديوت هي دويتسك. وكلمة دويتسك هي طبعا مقصود فيها الشعب أو الأمي. إذا مشاهدينا، هذا هو أصل كلمة دويتشلاند، أصل كلمة جيرماني وألمانيا. بتمنى يكون فاكر الفيديو، أكيد بشوفكم بالفيديو القادم. تشاو.